سمعونا الفاتحة على نية توفين. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك يا فارس. الله يبارك فيك. مبارك يا جلال. مبارك يا مختار. الله يبارك بعمرك. مبروك عريس. الله يبارك فيك. مبروك مختار. الله يبارك بعمرك. شكلهم كثير مبسوطين يعني. لا ما خلصنا والله، لأعمل لك أحلى عرس مطنطن. مشان الله يا أمي، مشان الله فسخي لي هالخطبة وريحيني. ليش بقى؟ لك ماني قدران يكون مبسوطة وبنت عمي قلبها محروق بسببي. ليش أنت شو دخلك؟ أخذتي لها أنت عريسة شي؟ لكن شو اسمه هاد؟ اسمه نصيب. نصيبك تاخدي ابن المختار. ليش؟ لأنه قلبك طيب وبنت حلال. يا مو فضيلي قلبها طيب وما لازم باللي صار. لا إلا ذنبها انه رافقت امها على غلطه. واوعك تحملي حالك خطيئه يلي صار. اختي يا مو معها حق. بنتي الله يرضى عليكي، انبصي واضحكي، انت عروس واحلى عروس بالدنيا كلها. تقبري قلبي، اضحكي لك اضحكي. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي ويخلي لي اياكم يا رب. زلختي وشبعي من هالفرحة، شبعي يلي كانت إلنا وأنتو سرقتوها مننا. إيه والله 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 لتجيكن أيام سودة وتتمنوا الموت وما تلاقوه. والله إيه الله لا يهنيني إذا بترككن تتهنوا بهاي الفرحة. وعيون بنتي عم تبكي يا أمي، عم تبكي. واتفقنا انه نعمل العرس يوم الخميس الجاي. بس ابن عمي الجهاز ما بيخلص ليوم الخميس. يا بنت الحلال انت خلصي للي بيخلص واشتري له جهازها، واللي بتحتاجه بتشتريه وهي عنده. امرك ابن عمي امرك. واتفقنا انا وابو فارس نبلش نجهز العرس، يعني المعازيم والضيافه وخلافه، اعتبارا من بكره. بسألك شو رأيك نعزم سلفتي ام حازم؟ اختي اوعك تشلحي، بيقولوا فال مو منيح. والله يا اختي ما كان لازم موافق على هالخطبة. يي علينا ولك اختي، بدنا نرجع لنفس الكوانة. يا حرام يا فضيلة، شو بكون صاير فيها هلا؟ يا جميلة يا مو وينك انتي؟ يا مو جميلة مو بالأوضة. وين راحت؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ يا مو والله ما بعرف وينها. عم وين بدها تروح البنت يعني؟ ها شحة شرفت. وين كنتي يا خانم؟ كنت على الأسطوح. وشو عم تعملي على الأسطوح؟ عم اتناوق على بيت عمي أبو حازم. يخرب بيتك على هالفصل. يا مو بدي اطمن على فضيلة. شو تطمني عليها؟ لو صايم لها شي كنا درينا. ان شاء الله تكون منيحة. روحي روحي انقلعي من وشي، اضربي بيها المنظر.
ابن عمي الشاي جاهز. وانت شو عم تعملي؟ يلا يلا قومي انت الثانية. عمش هم البنات للبنات. يعني نحن غلطنا كتير بحق حالنا لما خلينا الناس كلها تستغلنا، وأولهم عمك أبو جلال. عمك أبو جلال اللي صار أغنى واحد بالحارة من ورا سرقة أرض أبوك. شو؟ سرق أرض أبي؟ هي أول مرة بتقولي لي هيك قصة؟ إيه الحقيقة أنا خبيت عنك وعن أختك لأنه أنتوا كنتوا صغار وأنا كنت وحيدة وضعيفة وما لي حدا، يعني ما بدي أعلق بالمشاكل مع عمك الظالم، سكتت. بس أنا هلأ صار عندي شاب قبضاي إيده بتهد الحيط، ما عاد خايفة من عمك، ما عاد خايفة، ولازم ناخد حقوقنا لك ابني. طبعاً يا مو، مو بس ناخد حقنا منهم من الأرض، كمان بدنا نحاسبهم على السنين يلي سرقونا فيها. لك هيك بدي اياك، هيك بدي اياك قبضاي. لك انت سندي، سندي الي ولاختك من بعد رب العالمين. باذن الله انا موجود ما بتنضام. هيك بدي اياك يا ابني، قد وقدود تقبر قلبي ان شاء الله. بعيد شر يا مو، احكي لي هلا شو قصه الارض يلي سرق عني؟ لا هي بدها قعده على الرواق لنحكي من طقطق للسلام عليكم. بس تقبرني هلا، اخطف اجرك لعند عمك ابو احمد، جيب لي شويه خضره لاطبخ لي لقمه وبعدين بنحكي كل شيء. ولا إيه؟ يهمك. امرك يا مو، ادعي لنا. الله معك، الله يرضى عليك، تقبرني. يا امو ليش هيك عم تصير معي؟ لك يا امو الزواج اسمه ونصيب، وان شاء الله بيجيك اللي بتستاهلي واحسن. معقوله يفسخ خطبته عني لسبب انا مالي ذنب فيه، وبعد يومين رح يخطب بنت عمي؟ ايه لانه واطي، والقوطة منه بيت عمك اللي رضيوا جوزوا بنتهم اللي عاملة حالة أختك ورضيت تتجوزوا. يا مو جميلة لا تلوميها. يو وعم تدافع عنها كمان، اسكتي بقى يا. أنا بعرف إن هي زعلانة علي وزعلانة على اللي صاير معي. عرسة اللي كان بده يكون عرسك بعد كام يوم ولسه بتدافعي لي عنها. خلص يا مو بكفي مشان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرف عمي. يسلموا إيديك. اختارنا وكبيرنا. الله يسلم الديون. يا العريس. يا حبيبي. سمرتوا هنا. إيه سيدي. بس كان عطشت شي ناديلي. على راسي حبيبي. شو صار معك يا فارس؟ هلا امبارح رحت لعند النجار وقال لي إن قط النوم إن شاء الله إن شاء الله بكرة بتكون جاهزة. ممتاز. وأنا وصيت على كراسي بكفوا بيزيدوا. والله يا أبو جلال ما بينقصك شي من الواجب، وأنا رح أنزل لعند أحسن محل حلو بالبلد. الله يتمم على خير يا رب. امين يا رب. يلا مازال الحريم على جنب، معناته امورنا بألف خير نحن. والله بصراحه يا ابو جلال نحن ما ارتحنا وقت خطبنا بنت اخوه. يا سيدي كله نصيب. والمشكله هي مرته. لكن فكرتنا قاعدين على خابه الذهب. لك ما خليت شيء ما طلبته. لك فوق هيك لك صارت تحكي كلام صار وكلام ما صار. لك والله شيء بخجل يا جماعه. يا فارس بالاخير هي بتضل مرت اخي، ما فينا نقول غير الله يهديها. آمين يا رب. هي سيدي تبعد عنا نحن بألف خير من الله. يعني أنتوا بتعرفوا أنه عمك وأبوك اشتروا أرض وتقاسموها بيناتهم؟ لك يا مو هذا الحكي منعرفه، بدنا الشيء اللي مخبيتيه عننا. يعني ماني مخبية شيء، بس عمك بعد ما مات أبوك الله يرحمه يعني باع الأرض وأخذ المصاري كلها له. لعمى يا مو مستحيل هذا الحكي على عمي. لك شو بيعرفكم انتو بعمكم؟ لك عمكم ظالم وسرقنا، ان شاء الله محاسبين هالكام قرش اللي بيجيب لنا اياهم كل شهر صدقة. لك هدول مالنا مال ابوكم. وانا مثل الاجداد مفكر انه عمي كريم بيعطينا مثل ما بيعطي ولاده، اتاري هو وولاده وعيلته عم يسرقونا كل هالسنين. والله مو بعيد يكون هنن اللي فقسوا الخطبة تبعك. لا يا مو بيت عمي ما رح يأذونا لهي الدرجة. لك اختي انت جدبة ولا عم تجدبيها يعني؟ اخي انا لا جدبة ولا عم بجدبها، بس هذا الحكي ما بتصدق. ايه وخطيبك اللي خطب جميلة صدفة؟ وش معنى راح خطبها إلها وما خطب غيرها؟ يا الله يا الله. حازم عمي انا جايك بموضوع. ايه اهلا وسهلا فيك، تفضل عمي تفضل. يا الله يا الله تفضل.
جميلة جميلة، تعي تعي شوفي هالشوفة. ابن عمي هون. عن جد عم تحكي؟ ايه والله عن جد عم بحكي. يا رب يكون جاي صالح ابوكي. امين يا رب. ايه عمي، اكيد انت جاي لعندي مشان تحكي بخطبة فارس، مو هيك؟ لا عمي، مو منشان الخطبة، مع انه يلي عملتوه معنا قلة اصل. حازم، انا جاي اطلب حقي وحق اختي وحق امي. لك حقكم بشو؟ حقنا بالارض يلي كانت شراكة بينك وبين ابي، وانت بعتها وقبضت حقها لحالك. يا مو، شو هالحكي اللي عم يحكي ابن عمي؟ مش خلينا نسمع. إيه لا، هذا الكلام مو مزبوط بنوب، مو صحيح. لا عمي صحيح، بس انت مو ناوي تعترف بسرقتك لحقنا. سد بوزك ولا اوعاك تجيب سيرة حرامي مرة تانية. ايه وشو بتسمي سرقة ارض؟ دافع ابي نص حقها. ابوك ما دفع ولا مثليك من حق الارض. ايه لا، دفع مثله مثله. بس انت شو قلت لحالك بعد ما توفى؟ قلت باكل مال اليتامى. خلاص ولا والله لو مانك ببيتي لدعوسك تحصر مايتي. لك انت اكبر كذاب واكبر حرامي. لا ولا ايه. بتعرفي وش ابوكي عم بينقط سم من الحكي اللي حكاه حازم؟ لك كان يتهموه بالسرقه وقبل اللي كل عمره بيصرف عليهم مثل ما بيصرف علينا. وقت اللي شفته لحازم فايت مع ابوكي على البيت حسيت انه متغير، بس طلع متغير من جوا كمان. إيه لا ايوه، لانه متغير ولا شيء. يغسل عين على هشبوبيه وشو حليان، بيجنن وبيمزع الاعل. وليه شو قصتك مع ابن عمك؟ لا ما في شيء ابدا. اليوم بدي اعرف شو قصتك مع ابن عمك. يا مو، هذا واحد كذاب وحرامي، لا تصدق كل شي بيحكي. بعرف يا مو بعرف، ماني مصدقه. ايوه، ومن اليوم وطالع بدي اياك تروح وتقعد عند عمك وتزن 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 لتاخذ حقك بايدك، فهمت؟ ايه يا مو ايه، هو هيك، وانا منشان هيك رحت لعنده اليوم وطالبته بكل هدوء، منشان ما حدا يلومني شو بدي اعمل بعدين. ايوه، ويا مو شو بدك تعمل بعدين؟ كل شي بيرضيكي وبيرضيني يا مو، وكل شي بوقته حلو. يروح روح إلهي، الله يرضى عليك إلهي وينصرك على أعدائك يا حق. الله يخلي لي إياكي. تقبرني إن شاء الله. يخرب بيته من حاله، ما بيتذكر انه هو واخته ما كانوا يطلعوا من عنا من البيت؟ اجا عم يفتح معي قصة الارض كأنه انا هلأ فاضي للارض. هي ما في غيرها سلفتي، هي اللي عم بتوز براسه لحتى اجا لهون. شو يعني؟ شو معناتها هاي الحركة؟ ما فهمت. يعني معناتها انه هي غيرانة ليش عطينا جميلة لفارس. ايه بتقوم بتحرر ابن اخي علي؟ الله يهديه الله يهديه. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. ام جلال، مور ابن عمي. الله يرضى عليك، قومي عملي لي كاسة شاي خليني روق دمي. يومي على عيني وراسي، بس انت روق روق. يو، ما في لا قصة ولا شي. ليش أنا حاسسني قلبي إنه في شي غير هيك؟ أعوذ بالله. أختي، أنت ليش هيك إحساسك صاير هالأيام؟ إحساسك غلط. والله ما بعرف يا أختي، عيونك عم بيقولوا إنك بتحبيه وكتير كمان. أعوذ بالله أعوذ بالله، شو هالحكي؟ لك خلص أختي، قولي لي ولي شو بكي؟ ليكي، أنا كتير بحبه لحازم، بس بعرف إني ما رح أتجوزه، خاصة بعد اللي صار بيننا وبينه. كتير منيح انك صارحتي حالك وما تتعلقي بشي مو لإلك. حازم كتير بتمنى يكون لإلي. إيه لا اختي، شيلي من بالك ولا بقى تفكري فيه،
مو مشان شي، مشان ما تتضايق وتزعلي لما يخطب يتجوز غيرك. يو بده يتجوز غيري؟ لك اختي الدنيا اسمه ونصيب، وما حدا فينا بيعرف مين نصيبه بهالدنيا، لهيك لا تحبي ولا تتعلقي بحدا على الفاضي. معك حق يا اختي. لك يا اختي لانه بجوز يلي تحبيه ما يكون من نصيبك وتقضي كل عمرك زعلانه ومقهوره. ايه والله. الله يرزقك بالنصيب الحلو يا اختي. خلي لي اياكي. الله يعطيك العافية يا مو. يلا خلصي اللي بإيدك بسرعة وخلينا ننزل على السوق. ليش يا مو ننزل على السوق؟ بدي اشتري لك أحلى فستان اللي كنتي مشتهيتيه هذيك المرة. عن جد يا مو؟ ايه تقبريني ليش لا؟ وكل شي جاي عبالك رح اشتري لك يا. الله يخلي لي اياك يا مو. يلا لكان خلصي اللي بإيدك وخلينا نمشي. حاضر يا مو. ايه تقبري قلبي يعطيك العافية.